مرحبا، كيفكم؟ خالد الراشد معكم، أبو طه كندا. إن شاء الله أول ما أرجع لبنان، هلا أنا ماني عارف حالي إذا باقي ولا ما باقي. أول شي بدي أعمله بتروح أشوف دكتور نفساني، لأنه حس أنا مخي بطل معي، عندي بسرح بشرد، الذاكرة مش مظبوطة، وأنا كشخص قبل ما أجي لهون كنت غير هلأ، ما كنتش أنا هيك. الغربة بتأثر كتير كتير، مش شوي. حتى أنا هون جيت خطر على بالي إنه مشان بدي أكون أنا على طول هيدي شو بقولوا لها بوزيتيف، إيجابي وما إيجابي وهيك. أنا حكيت مع شاب رفيقي، كنت عمله إنه أنا بدي أشوف دكتور نفساني وهالأمور كلها، هذا حكي جديد يعني. انا لنشوف انه ليش انا بضل هيك، عم بقى عم شو انا عم راقب حالي، حاسس حالي انه انا بضل هيك مزعوج متضايق، لانه حسب اللي بشوفه عم بنكرزني، فالغلط مني من العالم من مين ما نعرف. فقلنا له هات لنشوف دكتور نفساني وهيك، بعدين عرفت انه هذا الدكتور النفساني مصاري مش ببلاش، حسب ما فهمت على الساعة $150. يعني انا بدي اعرف شو بني، شو قصتي، ما بعرف. حتى هلا انا عم بعمل هذا الفيديو، حانسى ان انا عامله لهذا الفيديو والله، بلش الذاكرة عم تتاكل. هو المشكلة من الغربة ولا مش هو، ما بعرف. ان شاء الله بس ارجع لبنان بدي اشوف الدكتور، وبدي اروح عند دكتور نفساني وبدي اساله هيك هيك هيك، اكيد هونيك حيكون بلبنان ارخص من هون. تقول له ليش انا هيك، ليش عم متضايق، ليش كذا، ليش ليش ليش، مش عارف شو بني والله، ما انا عارف.